نلم الناس خطايا واهيا والحضارات نماء وابنا وشباب بهدى الله التزم زرع الخير وصان الوطن. إنما الناس في تعاملهم مع بعضهم إنما هم يتبادلون المنافع، فقد سخر الله عز وجل كل على البعض والبعض على الكل، والناس كلهم مع بعضهم ينتفع بعضهم بعض مع بعض. ولكن هذا الانتفاع قد يشوبه كثير من المنقصات، ولكن في أغلب الأحيان يريد أن يكون هذا الانتفاع بحسن ظن وتبادل المنافع مع انتفاع الناس بعضهم البعض، ولا يشوب ذلك أي قصور. نحن اليوم أعزائنا المشاهدين في كل مكان مع فئة تحتك مع بعضها كثيرا، ويكون الخلاف بينهم كثيرا ومتداولا كثيرا، بين الشباب والشيب والنساء والرجال والأطفال والطلاب حتى. ولكن قبل أن نفصح عن موضوع حلقتنا لهذه الأمسية، دعونا نشاهد هذا التقرير، ومن بعده إن شاء الله ننطلق في حلقتنا. العلاقة بين الركاب وسائل النقل العامة يشوبها نوع من العداء وسوء الظن، بدلا من أن تكون علاقة تبادل للمنافع. ويمكن تلخيص أهم السلوكيات التي تثير الجدل بين الفريقين في النقاط التالية: التزود بالوقود مع وجود الركاب على متن المركبة، الاستعجال والتسبب في تعطيل سير المواصلات، تعمد الانتظار الطويل مع عدم وجود الركاب، استغلال حاجة الناس بفرض سعر أعلى من المعتاد بحجة أنهم أخبروا الناس بذلك، عدم الوقوف في المحطات التي يريد الراكب النزول فيها، التعامل الفظ من قبل المساعدين مع الركاب، عدم إنصاف الركاب للمساعد في حال نقاشه مع راكب آخر. سلوكيات تجعلك تتساءل عن أسبابها ومبرراتها والفائدة منها. أعزائنا المشاهدين في كل مكان، سلام الله عز وجل نرفعه إليكم بالغدو إلى الرواح، وهذه حلقتنا الجديدة التي تتجدد معكم مع الناس وبصحبتنا فضيلة الشيخ الوالد محمد أحمد حسن ضيفنا الدائم في هذه الحلقات. أهلا ومرحبا بك فضيلة الشيخ. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. علك فضيلة الشيخ تابعت معنا هذا التقرير واستمعت إلى ما فيه، ولكن الذي يشد البال أن الناس كلهم ينتفعون من المواصلات، ولكن العداء ظاهر وسافر بين الركاب وبين المساعد أو الكمساري باللغتنا العامية والسائق. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحقيقة المفروض أنه يعني يكون في تعاون، لأنه في منفعة متبادلة بين الركاب وبين سائقي العربات. أول حاجة سائق العربات دي للزول السواق ده يا أخي قاعد ماسك الدركسون شغال بكل حواسه، برجلينه بإيدينه بإذنينه بعيونه بكل حواسه سايق، وما قاعدة حارة، والزول بواقي عربي بيجي يذوق بيجي يتحكم في أعصابه. يبقى في الحالة دي نحن نحسن معاملته ونقدره ونقدر عمله ده، لأن الزول لو قالوا له عندك مشوار من هنا الخرطوم لأندرمان أمشي برجليك، ما بيقدر يمشي. صحيح. هيكون يدفع عليه 500 جنيه ولا 300 جنيه ويركب، يعني ده نعمة من الله، ونحن نقدر السواق ده ونحترمه، وإذا حصل منه فلتات نتحمله، لأنه القعدة حارة والسواقة دي يعني صعبة، وكده تلقى يمشي ويجي والتاني من الصباح تلقى ماسك الدركسون ده لغاية بالليل، عنده وليدات هذا يرزق ولدات يتحمل، يبقى فلتت منه شيء حفوات نسامية ونحسن معاملته. ده بالنسبة للسواق. كذلك برضو الركاب، يعني برضو نحن نقول للسواقين يعني الكمال المطلق لله وحده. برضو إذا كان زول من الركاب يعني على صوته عليك أداك نهرة واقف مالك وسويت كده كده، يتحمل برضو، حاضر يا عم يتفضل أركب وخلاص حنتحرك. كلمتين طيبات متبادلات تهدن الموقف،
لكن لما أنا وقام السواق يسور والركاب كمان يسوروا يبقى الحكاية جاطت وما بتعدي لأغراض وقادين زول يضطر أو تفلت منه كلمات شتايم يتعاقب عليها. فضلت الشيخ الآن السائقين أغلبهم لما يكون سايق عشان يريح دماغه ويركز في السواقة زي ما يقول بيكفل دي بيطينة ودي بيعجينة زي ما بيقولوا أيوة. أو بيقطنة بيجاي وبيجاي بيقوم بيكتب وتلقاهم ممنوع التحدث مع السائق يعني ما يتكلم مع السائق من باب أولى ما تشاكله ولا تكورك فيه بتبقى على المشاكل كلها على المساعد اللي هو على الكمساري نعم الكمساري ده برضو بلد ناس وبرضه شغال في العربية يترزق قد يكون معاولة أخوان وأيتام يعول يبقى برضه نقدره وبعدين شو الكمساري ده يعني يجيب عليه حيل ما بيقعد صحيح. ما في مكان يقعد الكراسي كلها مليان حتى كان في كرسي فاضي ما بيقعد لأن يمكن يجي زيبون تلقى واقف على حيل وواقف وين في السلم محرض نفسه للخطر وينزل ويودي ده الباق ويجري يجري الحفلة في جريير وراه ينط يركب عملية متعبة وقصة الفكة ويشد الباقي وكذا يعني عملية متعبة بالنسبة برضو للكمسار برضو نحن نحترمه ونتكلم معاه بلطف بكذا الدين الباقي ابننا نازل المحطة جاي حاجات زي كذا الدين الباقي وإذا فضل قرش قرشين أخلي يا ولد سامحت لك الباقي ده هاي برضو يعني يكون صدق ليه لأنه مكافح مسكين عنده أسرة ويعوله لو ما محتاج ما كان يقف عليه حيل يقف هنا لقيته من درمان تاني من درمان يشحن يجي واحد لقيته الثورة الحارة 90 الحارة الوين واقف على حيل المدة دي كلها تلقى الباص ماشي ساعة كاملة ينزل ويركب هو ينزل ويركب عملية ما سهلة يبقى نحن نقدر السواقين ونقدر الكمساري ونحترمهم لأنه بيقدموا لنا خدمة جليلة خدمة جليلة زول لسه ساكن في الحارة 70 في الثورة شوفوا لو قالوا لي ونديك 20000 جنيه أمشي بكرعيك النهار بيمشي؟ ما بيقدر ما بيمشي نعم. يبقى نحن يعني دي نعمة من الله وسخر لنا وأبسط حاجة المواصلات هنا في عندنا في السودان تكلفتها بسيطة طيب نحترم يكون في احترام متبادل بيننا وبين الكمساري بيننا وبين السواقين وبرضه نكرر نصيحتنا للركاب يعني هم ولادكم أنا صغيرة ما جاي من بلد تاني وهو ولادكم السواق ولدكم الكمساري ولدكم العمل معه برضه كمان السواق برضه نقول له برضك أنت يعني طول بالك الموضوع يعني داير يبلغ طول باله صبر شوي الآن المشكلة يا فضلة الشيخ الراكب أول ما يركب الحافلة ولا البص ولا المواصلات وتحصل أي مشادة ولا أي خلاف حصلت معه المشكلة والركاب كلهم بيقفوا على الكمساري أيوة يقفوا ضد الكمساري ضده نعم بيقفوا عليه صحيح أي لا يبقى الحالة دخلنا الزول ده قام غلط وأديتك مديتك أديني الباقي مديتك الباقي يتغلط يا أخوان نصلى على النبي يبني الكمساري ده حتى كان غلط سامحه أديه أديه الباقي حق أديه حق تذكرته ما في كمان في ناس بيركب ما بيجي الكمساري كشكش جنبه ما بيتحرك ما بديه الكمساري وهم يقول لك الزول ده يمكن اداني كمبيوتر بتاعه يشتغل يمكن اداني أنا ناس لأنه ما بيقطع تذاكر يقوم يخلي الزول ده لما ينزل بعدك يضحك يقول إن ركبت النهار ده ملح هاي لا ده غلط يا أخواننا لا الكمساري ده ما نحى السواق والكمساري صاحب العربي ده ندي حقه لأنه جاء إنذار شديد من الرسول عليه الصلاة والسلام لذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ده حديث قدسي قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة من الثلاثة دي الآخر واحد فيهم قال ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره يبقى أنت يا مسلم ركبت الحافلة ماشي مدرمان ماشي الثورة ماشي الحاجوس ماشي أيجيها أدي الكمساري حقه ما تنقص من حقه لأنه دي أجرته وفي حديث تاني الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعطوا الأجير أجريه قبل أن يجف عرقه الكمساري ما جاك وانت خلاص قرب محطة قربك يا ولد تعال ابني تعال خذ حق التذكرة بتاعك أنا نازل المحطة الجاي تديه حقه حتى الكمساري نسى شك أديته مديته تنادي تدي حقه وهكذا فضلت حاجة بسيطة قريش قرشين ما تشدد مع الدين الباقي بتاعي سامحه أنت زول ما شاء الله مرتبك كبير الكمساري ده كله يمشغل باليومية صحيح. سامحه الفكة ده وقد يخليها عليه وهكذا
يبقى يكون في حسن معاملة واحترام متبادل بين الركاب وبين السواقين وبين الكمسارية. لو حصل كده يعني قلنا الواحد لما ينزل الحمد لله رب العالمين، لما نركب بسم الله توكلنا على الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مغرنين. زمان جدودنا كان يقول يركب الحمار ورجلينه مدلدلات بقاي والطوطح يمشي مشوار قاعد على حيله ينهر الحمار يكجك وكجك وكجك مسافات بحيث استعجل قاعد في كرسي وكمان البسط القمة كندش نعم مكيف هاي وتلقى ماسي قريتك من تكين فنس كده اللي ورا وتقرأ لما نعمة من الله نأدي شكر يا أخوان. نعم الحمد لله. طيب الآن في النقطة دي إنه الكمسار ده بيوضعه ده إذا نقص من القروش أو إذا حصل خلاف واحد يقوم ينفعل من نص الركاب يقول لهم أنتوا كلكم حراميين. لا لا يلا ها أسى الكلمة دي خصاها للزول ده وجمع كل الناس التانية. هذا الكلمة دي ما بيحاسب عليها. كيف ما بيتحاسب هي؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال وإن الله يبغض الفاحش البذيء. وأن الله يبغض الفاحش البذيء يعني الفاحش بكلام فيه فحش وفيه إساءة. لا نحترم ابني أديه الباقي بتاعه أي هاكنا عند الفك هاك فيك أدي بعدك أنا نازل قدام بعدك أرجع ليه حقي. هاي دي نتعامل يعني مثلا دار ينزل وخلاص المحطة قربت والكمساري ما عنده فكة قال لي أنت أخواننا في دول عنده فكة أي تعال ابني دار فكت كم هاك فكيت برضو فكيت حيرته دم أمري بالمعروف برضو في سواب ما في حاجة مجان هاي أدي الباقي حقه وهكذا نتعامل معه. بعدك في النقطة المهمة اللي هي برضو ننصح فيها الكمساري والسواق مرات مع النزول يكون شاحن راكب ركاب جاي من مدرمان يجي في المينا بتاع الجمال الكبرى الحرية وصل المحطة النهائية يبقى في ناس دايرين الباقي والكمساري ما عند الفك يسوي شنو حيقوم يجري يلقى لك في ذول فارش له قشط وراس الفك فيه يدي ورقة مع 10 جنيه رجع لي 9 جنيه ده ما تعامل بالربا يا أخوان. تعامل بالربا حرام قطعا والربا من 7 الموبقات والذنب على من على الكمساري وعلى السواق وعلى الزول القاعد فارش يبيع الفكة دي هاي لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الذهب بالذهب والفضة أخر الحديث يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد أو استزاد فقد أربى الآخذ والمعطي سواء. يبقى الحكاية دي حقات تحارب يعني ونحن نرجو من بنك السودان وناس سك العمرة يوفروا الفكة للسواقين الكمساري. هي أصلا سبب المشكلة كلها وبتدخل الناس في الإثم وبتدخل الناس في سوء الظن لأنه الراكب هو ميركة فضلت الشيخ أول حاجة زول بسيء الظن بالكمساري ده للأسف. لا 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 غلط غلط هذا. وبرضه نحن ننصح إخواننا الركاب قال أنت ماشي دار تركب من درمان جاي الخرطوم أو العكس فتش في جيوب بتاعتك فتش تلقى لك فك حضر الفك في جيبك عشان ما تدخل الكمساري في حرج يمشي يفك بالربا. حاضر فكتك في جيبك اول ما ركبت هاك يا ابني هاك هدي فضل القريش ما عندي فك خلاص بعدك لقدام لقيت الديني مالي يا ولد القريش اللي انا داري منك عفيت ليك وبس حي نتعامل يعني الحياه معامله لكن سوء الظن والالفاظ دي صعبه. بعدك ان احنا يعني الكمساري ده برضو يعني بشر وزول موظف يعني يترزق كمان برضو نحن نحترمه وبرضو نقول الكمساري عامل الركاب ديل الكبير عامله كأبوك كعمك كخالك المال الكبير ده عاملك عمتك خالتك الشباب الصغار عاملهم كأخوانك وكهكذا تم تكون في مبادل بين الاثنين واحترام بعضنا بعضا ما بتحصل المشاكل يعني. والرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وحسن الخلق لخصوا العلماء في كلمتين اثنين قالوا الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم يبقى ده حسن الخلق. الإحسان إلى الناس وكف الأذى عنهم إنه الإحسان كلمة شاملة عاملة كل أنواع الخير يبقى ذول بيحسن إلى الناس ويكف أذاه عنه الدبراء نعمة. أبو ذر الغفاري قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل فقال صلى الله عليه وسلم
كف أذاك عن الناس فهي صدقة منك على نفسك. عجيب. هاي قال يا رسول الله كان جزما بقيت ما بقدر ما عندي شيء أحسن إلى الناس، بس قال له كف أذاك عن الناس ما تأذي لك ما تأذي لك جود دي براها صدقة منك على نفسك. يعني أنا كان لما يتخشم ده علي وما ما سئت لزول ما نبست ما شاكلت زول أنا عدى درامي بالصدقات ماشى إن شاء الله ثواب عظيم. هاي ودي أسوة ما يا رسول ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قدوة حسنة. نعم. نحن نتبع سيرة الرسول نتخلق بأخلاقه نتأدب بآدابه. ومن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام إنه أنس بن مالك كان ماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا أهل مكة ديل زمان كان عايشين في الصحراء القاحلة وعايشين مع الجمال، ودائما الناس اللي بيعيشوا مع الجمال والجمال القاسية الناس تلقاهم القاسين عندهم شدة عندهم يعني أخلاقهم صعبة. الرسول ماشي مع أنس بن مالك جاء واحد من العرب الغليظين ديل مسك الردة بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام وجر شديد جدا لدرجة الردة أثر في كتف الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. الرسول عليه الصلاة والسلام رد عليه قال له المال مال الله وأنا عبد الله هو أداه. شو الأخلاق العالية لأنه ده جاهل. هاي وربنا قال لنبينا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هاي زول الجاهل ده نحسن ما عملت. برضو قصة أنا في صحيح البخاري ومسلم معناها الرسول مع أصحابه قاعدين في المسجد جاء عربي طوال قدام الرسول وقف في المسجد صحن المسجد قاعد بوي الصحابة قاموا عليه شلوا برطات بيناه شلوا عكاد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تزرموا خلوه لا تزعجوا خلوه. طبعا الصحابة طوال يا أمر الرسول سمعنا وطعنا كك يقرصوا فرمل ما زين يقول خلوه يجري واحدين ويرجع واحدين كلهم قرصوا فرمل وعاين في العرب قاعد يبول لكن ما يسوي شو صدرت الأوامر ما تأخلوا. العربي قاعد عليه ما هل تخلص بوله وبعدين قام جاء الرسول عليه الصلاة والسلام نصح قال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. العربي اتبسط صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام وعليه الدعاء قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد. الناس الشاكلون ديل الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لقد حجرت واسعا هاي لين زعلان من الصحابة كان ده يدقوا اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحد. شوف الأخلاق الحميدة. نعم. شوف الحكمة من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان الرسول خلى الصحابة يكاوشوا الصحابي ده أو الحي حيقطع البول بتاعه ويقوم يجري نقطة بول هنا نقطة بول هنا يبلبل سرواله بالبول والبول نقط هنا نعرف وين النجاسة يخبط الجامع ما نقدر نعصر لكن الساحة صرنا النجاسة في محل واحد ويمكن يطلع يخلي الإسلام زاده كله بدل بعدين تاني حاجة أشوف الحكمة قال لهم يعني أمر أن كبولوا اندلوا موي. حتى الفقهاء استفادوا من الحديث ده على أن الأرض المتنجسة تطهر بتصب الماء عليها بالمكاثرة. أيوة يبقى شو الأخلاق الحميدة المعاملة الحسنة ما بتجيب نتيجة إلا الطيب. أي شو تسا معاملة حسنة جابت يعني جابت أحكام طيبة الفقهاء استفادوا من الحديث وعليك الرجل ده تاني حيحترم المسجد ما هيك لكن لو دقوا هيجي فايت انت المبنى ده شو ده ما مسجد ما كان يدق الناس يقوم شاري حتى في الحديث اضحك الله زنك الشيخ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. نعم يستعمل الحديث يعني زول يخالط الناس ويصبر على أذاهم الأم يخالط السواقين والكماس والكمسين أحسن من الزول ينكمش ينكمش بينحصر. يعني الزول طالما تشبث بالأخلاق الحسنة والأخلاق كان بيجا مساعد ولا كمسري ولا سواك يعامل الناس بالأخلاق وهو ما بيأخلاق الناس الضائقة دي كالتاني. نعم. وفي حديث عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. لكن الظلم كيف يا شيخ الآن أنت بتسيء الظن بالكمسري وتتهمه مثلا بأنه هو يعني حرامي أو بيشيل قروش الناس أو بيأكل حق الناس وتجمع الباقين كلهم معاود الأسوأ وفيهم الشريف وفيهم الزول التقي وفيهم الزول الولي فيهم الزول الورع لازل بقدر الإمكان يتحكم في ألفاظه ما يسير كل الناس ما يشتم ما كده كان سألك أنت تسكت بقدر إنك ما يعلو صوت ما يهرج ما يكورك هاي بقدر الإمكان يعني الزول يبطي صوت يعني. برضو في جانب تاني إنه برضو السواقين برضو مرات يخدوا شريط بتاع أغاني خليعة
اي يأذي الركاب. اي بعدك حتى انا مره كنت راكب حافله ماشي من درمان مولع له شريط البدي حلف عديت 20 مرة تحلف تقول يمين الله احبك حب ما له حدود، يمين الله احبك حب ما له حدود، عديت 20 مرة هي تكرر في الكلمة دي. بعدك في لما وصلت 20 ما قدرت تصور، قلت لكم سالي يا ولد البدي ما تكفل هنا ده الرادي ده طوال السواق اتلفت عليه قفل 20 مرة كم ما قفل له يمكن توصل المية. الله المستعان. شو دعت مدى يمين مغلظة تحلب بالله إنها بتحب الدول ده ما عنده حدود. الله كذاب. هاي بس أنا ننصح أخواننا السواقين الأغاني الخليعة دي والكذا خلوها، ولو شحد حطت ليك شريط فيه وعظ وإرشاد. اي الزول اخذ من ركب من هنا ماشي مدرمان مع الخرطوم ماشي مدرمان لغايه ما وصل مدرمان الساعه الا ربع نص ساعه دي لو سمع له حديث ياخذ شحنه نورانيه. والله بديك اجري انت ذات السائق اقول للسواق واقول للكمسار واقول لصاحب العربيه الا بذكر لا تطمئن القلوب لا شك لا مشكله لا غير. الحلفت 20 مرة زور الزلمه حيكون اليوم منه ما اليوم كله صاحب العربيه والكمسار والسواق. الله المستعان. إذن أعزائنا المشاهدين في كل مكان دعونا نقف مع هذا الاستطلاع ونشوف رأي بعض الناس في علاقتهم مع السائق أو مع الكمساري. إنما الناس قضايا والحضارة. أكثر حاجة تعجبك السواقين شنو؟ والله وقوفهم المتكرر في الشارع وشيء يرفع الرقابة أكثر لازم بعدين يقول راح يجيب في الطرمبة بنزين ولا كوجاز. والله يعني السواقين سواقتهم سمحوا وسوقوا بالراحة، لكن بس المشكلة يعني لما توقفوا حتة وبيتأخر عليك أو إنك تقوم مثلا يعني مستعجل وبقى زمنك فاضل له كم دقيقة كده فبحاول أوقف محطة بنزين بتحصل مشكلة مع سواق ثاني. بس دي الحاجات لكن ما بتحصل إلا مرة كل أسبوعين ولا ثلاثة يعني مرات دائما تصل وقتك. والله بس انا الغلط ما بتحرك لكن السواقين طبعا مرات بيجيب في حته كده ما بده يوقف بعد كده بيجيب في الشارع في طاقات وفي الصف واللي احمر لسه ما وقت الاخضر بعبر بالعبور عشان كده بس ده بس لكن ما بحي كده يعني ما عندهم حي ثاني ما عندهم مشكله كويسين يعني مثلا بعض السواقين بتلقاهم دمهم ثقيل جدا جدا الواحد بيشحن من المحطه يعني بيشحن بيملى ركاب خالص الحفله بيكون فيها 30 راكب بيطلع للمحطه الثانيه منزل اربعه وما لقى في المحطه دول اربعه دول ما حيتحرك خالص يعني فدي مشكلة كبيرة جدا جدا بتواجه الشعب السوداني بصفة عامة في ولاية الخرطوم يعني. والله يتسكر في الشارع بس يعني بيقفوا في المحطات كثير. ثاني كمان عدم التعامل ما ظريف يعني أخلاقهم ذاتها صعبة شديد حتى معاه الكمساري بتاعه. أنا ما براعي الناس ما براعي ظروف الناس كثيرة يعني فيهم يعني ما أقول كلهم لكن في والله طبعا ما كلهم الحياة المستعجب ما فيهم كلهم في جزء منهم بيزو فيهم يعني تلقى أخلاقه ضيقة ما بيحترم الناس بيتكلم كلام كده ما في محله ما غالبي يعني جزء منه فيهم ناس كثير محترمين جدا جدا لا سواقتهم زفت ولا حي ولا حي رخصهم تقول جاي منها زي بس من برا يعني الناس شايلهم تحسبهم بهايم والله ما يكتر حاجة إنهم بيدعبوا المواطنين في المواصلات لما نكونوا واقفين في المحطة بيقوم يدعبون بيعذبون بيتحركوا يعني من المحطة يمشوا مسافة بعيدة يعني ما بيقف ليهم وقفة عشان تريحهم بيكونوا واقفين شقيانين ومع ده كله برضو أصحاب العربات يعني بيزيدوا معنا. إنما الناس قضايا وهيم والحضارة. إذن أعزائنا المشاهدين في كل مكان في هذا الاستطلاع الذي استطلعناه مع فئة حتى لا يكون الكلام محتكرا علينا فيما عددناه من محاور فضيلة الشيخ بعض المستطلعين شكوا من أشياء بيجدوها في عند السواقين أو عند الكماسر ونحن بالمقابل في أشياء بيشكوا منها برضو السائقين حنقولها لكن مقولة السواقين أو الكماسر عندهم زي ما قال واحد من أبنانا عندهم اللغة بعرفها برم عندهم مثل بيقولوا للركاب يقولوا الركاب دي واقفين في الشارع يحننوا لما نركبوا الحفلة يجننوا واقفين تحننوا راكبين تجننوا هسه هم الآن أغلب الناس اللي معترضين يعني اعترضوا مثلا على عدم الوقوف في المحطات طبعا تقول له نزل ينزلك بعيد هناك
الحقيقة لاحظنا كل الردو يعني ألفاظهم كده يعني شديدة اللهجة على السواقين. هجوم شديد نعم. أي لكن ما سمعنا واحد من المستطلعين أثنى على السواقين إلا نفر واحد بس على خفيف. لكن أخوانا زي ما قلنا في أول الحلقة السواقين دي للسواق دي يا أخي أنت ما تنظر لحالته قاعد زي قعدت دي وماسك الدركسون وشغال بكل حواسه برجلينه بايدينه بقلبه بعيونه بأضنينه ويواجه الزحمة تحت المواصلات يتفادى ده وقيدة عشان يوصلك لمكانك اللي انت ماشي ليه بأمن وسلام. يبقى نحن كان حتى يكون في شيء تقدير للسواقين واحترام للسواقين دي ما كلهم ألفاظهم كعبه ولا كلهم ولاد ناس واحدين خريجين جامعة. نعم صحيح خريجين جامعة تلقاه ظروف اضطرته انه يبقى سواق يترزق عنده أسرة عنده أبوه متوفي عنده ولادات أيتام وهكذا. نحن ننظر لحالهم دي وننظر برضو المشقة اللي بيعانوها السواقين بتخلي زول شوي كده عندي شوية فلتات في النرفزة كده نحن برضو نحترم نلتمسوا العذر أي نلتمسوا هنا العذور أي بقدر اللي مكان أخوان. نجي للتوجيهات للتعليقات للسائقين والكماسرة ما بقي في المحطة اللي الزول داير ينزل فيها كويس. برضو نحن نصيحة كمان نوجهها للسواقين للحاجات اللي انت المحطة في تجي في المحطة والمحطة تقرب تجي في المحطة وكمان ما تجي برا من الشارع أجي في المحل ذيحل عشان تدي فرصة لزول الوراك لأن برضو لاحظنا بعض السواقين ما بيقيف في طرف الشارع يقيف في النص ويعطل العربات الوراء ويعرض الخطر لزول دار ينزل. نعم انت بقدر الامكان وصلت المحطة جنب لغاية ما تطلع في برة من الظلط تجيب تنزل ركابك وتمشي ما تفوت الزول من المحطة اللي في زول كبير في السن لو فوتوا كم متر من المحطة فيها مشقة ليه. يعني العمل ده لما تقوم به ربنا يجازيه خير ويديك الأجل والثواب العظيم إن شاء الله عزيز. أي برضو كذلك نحن نلاحظ برضو بعد الركاب بيشكوا يقولوا إنه السواقين لما في حالة الزروة ما بيوصل المحطة الرئيسية من نص الشارع يشحن ويجراجع أي يبقى دي برضو الليل إنه في المحطة الرئيسية عندك المحلي مصدق عليك إنك تتحرك من المحطة الفلانية على المحطة الفلانية لا بد توصل آخر المحطة تشحن من هناك وتيجي راجع. لكن الناس مثلا الناس منتظرين في الخرطوم أي في المينة واحد تلقى من نص الطريق يلقى ناس كثيرين واقفين يلف طوالي أي يلف طوالي يشحن نعم. ويمشي أي دي برضه فيها يعني الناس اللي هناك ما في زول بيقدر يسوقهم. نعم أي. طيب الآن هما بيشكوا من حاجتين أو ثلاثة حاجات مع بعض يعني تأخير الناس الحفلة تلقاها فيه إلا يكمل باقي المقاعد وبعد ما يتحرك يعني يسكع في الشارع مش يبرح عليه مهلته عشانه يعبي الركاب وبعد ده كله كمان كان جازه ولا بنزين وقصر وخش الطرمبة وده كله فيه تأخير للناس وناس بتضيق دخل الطرمبة وانت شاحن الركاب دي فيها خطورة ليك وخطورة لعربيتك وخطورة للركاب لأنه ده بنزين يعني قال له حاجة حصل القضاء وقدر إنه ربنا يطلب العباد لو قامت حريقة الركاب دي الماء بيجهجه أي يبقى في الحالة دي أنت السواق من بالليل خلاص قديت ترزقت وكده وأديت الكمساري وحقه وحسبت البنزين وكده قبل ما تمشي البيت ومكان القرش تقرش العربي أغش الطرمبة ترش قال لي بالليل أمل البنزينك تنكيكة والصباح تتوكل عليه الله من المحطة تمشي انت جاهز بعد اي تكون جاهز لكن كون زول شايل ركاب ويمر على محطة البنزين وفي عربات واقفة قدامه والحي أخرت الناس وتاني وممنوع من ناحية قانونية نعم صحيح يبقى خلفت القانون خلفت النظام وعرضت الناس للخطر ونفسك للخطر والناس بتأخروا من مشاغلهم وعندهم ظروف انت ما رأيت لها برضي يعني النقطة تلاحظوها يعني اي طيب الشيخ الآن عندنا حتة مهمة جدا في التسعيرة دائما الاختلاف بيصل في التسعيرة واحد ما يركب من أول محطة مثلا التسعيرة 1000 جنيه أو جنيه بالجديد لكن زول ركب من نص الشارع ويقوم يدي الكمسار نص غيمة وتحصل المشكلة بعد ذاك يقول له أنا راكب من الأول راكب من الأخير أي لا هنا طبعا البطاقة التسعيرة دي من المحليات نعم.
المحلية بتضع أنه ما تظلم الكمساء صاحب العربية ولا تظلم المواطن، بيخذوا تعريفة من درمان للخرطوم كذا، من الخرطوم لكذا، أنت ركبت من نص الطريق يبقى تديه حقه كامل، حقه كامل إلا كان عفى ليك ورجع لك، كان عفى ليك معليش نعم. لكن تدي حقه كامل، لأنه اللائحة بتاعت المحلية بتقول كذي نعم. اللائحة بتاعت المحلية ما بتقول لك إذا قالت من الخرطوم للحتة الفلانية كذي ومن الحتة الفلانية اللي أخذت المحطة النهائية كده معليش، لكن قالت لا من الخرطوم لغاية الثورة الحارة 90 الحارة 80 التذكرة كده، يبقى ركبت من الثورة حتى الثورة الحارة 5 وانت ماشي الحالة 90 اديه حقه ان شاء الله من محطة لي محطة تدي حقه كامل، لان في تعريفة راعة لانه الشاعر دي فيه ناس كتار وناس بساط تدي حقه كامل عشان يغطي معه، ودي يعني اوامر صادرة من المحلية وعادلة، وربنا واطيعوا الله والرسول واولي الامر منكم نعم. لانه يجوز لحاكم المسلمين يضع من اللوائح والنظم والقوانين الوضعيه لتنظيم شؤون المسلمين، ده مطلوب. طيب والرسول عليه الصلاه والسلام قال على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصيه. اذا الحق تدي الكمساري حقه كامل. الا كان يتفضل رجع لك من عنده براه كده معليش تقول له كتر خيرك وبارك الله فيك. طيب قبل ما نشوف مشاكل السائقين او الكماسره مع الركاب ناخذ متصل فضيله الشيخ نقول السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الى ان يدخل الاتصال معنا فضيله الشيخ. الان السائقين بيشكوا من انه الركاب ما بيكونوا متعاونين، يعني واحد يركب الحافلة أو المركبة يبدأ مثلا يأكل في التساري أو هو مثلا راكب في الحافلة ويتكلم في الموبايل عشان هو ما بيجهز نفسه عشان يقعد في المحل المناسب، يزعد الكمساري يقعد في أقرب مقعد والمقعد الوارد تكون فاضي ما بيرش، وتاني بعد ذاك في نوع من الناس يقعد في الحافلة ويكتب يشخبط بالقلم في المقاعد ولا واحدين يشرط المقاعد ولا في واحدين التذكره وباقي الاكل وباقي الحياه يجدعوها في الحافله، فدي بتزعل السواقين والكماسر بتضيق اخلاقهم كمان بالراحه. قبل ما ترد الشيخ خلينا نشوف عشان ما نتقد عليه والخط يقطع منه المتصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبتين اخونا الفاضل. الله يسلمك ويسلم التحيه لك ولسيد الطيب بالكامل وللشيخ محمد حسن، جزاكم الله خير، ربنا يسدد الخطى. امين يا رب العالمين. لك التحيه بس علي الصوت وزح علينا التلفزيون شويه. اي لانه يرضي عن الصوت لانه سامعين صدى هنا. طيب الموضوع اللي عايز اتكلم عنه يا اخي مساله فهم الدور نعم. يعني السواق مفروض يفهم انه السياق العربي حقه صح، لكن مساله تقديم الخدمه يعني الدوله عندها ترخيص لمزاوله الخدمه بمواصفات معينه وبادب معين وبكيفيه معينه نعم. كذلك يعني مثلا حتى العربيه ما يكون مثلا فيها موسيقى، ما تكون فيها اصوات، ما تكون فيها اشياء من الاشياء دي، كذلك الراكب برضه عنده دور معين، يعني ما يؤدي الحد العلوي الكامل ويلتزم باللازم المطلوب. اذا تجاوز السواق زي ما ذكر الشيخ نراعي ظروفه نراعي حالته ونتجاوزه، لكن نعتبره برضه فيه خلل يهدف في شانه، كذلك المواطن برضه مطلوب بنفس الادب، المفروض يلتزم الادب، واذا تخطى الحدود برضه نعتبر ان المواطن يعني تاخر من دوره. نعم. ايوه. شكرا لك كثير يا احمد من السعوديه. يعطيك العافيه ان شاء الله. نسال الله يكون السواقين والركاب كلهم يسمعوا كلامك واخذوا قوه ان شاء الله. لحد ما يجينا متصل ثاني نقول نرد على اخونا احمد من السعوديه. على ظننا فضيله الشيخ على الكلام اللي ذكرناه انه الشيء اللي بيضايق السواقين ولا أي انه سلوكيات الركاب ذات مرات المطلوب من المواطن العربي تعتبر حقته، لان العربيه عامه رخصه عامه تشيل الركاب. أهن اللي عندي جزء في العربية دي اللي هي أحافظ على نظافتها، أحافظ على كراسيها وكده، لأنه حقتي وحقت أخوي المواطن بيركب يتوصل بها أي مركب عام، بنقول عليها مركب عام. في الحالة دي الزول يقعد في الكرسي وكمان كم ما يأكل في الكلمة تقعد نفرين واحد تلقاعد في النص، يجي الزول الثاني يدوبك إذا حلي حاجة بسيط لا زحلي وكده خليه يأخذ كمان راحته يقعد كويس. بعدين ما نكد نكتب نشخبت ما نخطنا ثم نسف
ولا نولع سيارة ولا حي في أثناء الركاب. يعني في ناس تلقاه زول أول ما ركب يطلع الحقة بتاعته ويخد السفة وزول جنبك بيتأذى من ريحة التوباء. ممنوع برضه, ممنوع ان الزول يسيب او يولع سيجاره. او تلقى واحد اول ما جاء يركب يولع السيجاره ويركب بعد ما يتقدم شوي يرميها. لا, انت درس يشرب سيجاره يشرب بره من الركاب. يعني نراحي حسن المعامله داخل الباص, والباص ده نحترمه وما نشخبته وما نشربط شقه الغطا بتاع الكراسي نشخبته, ما بالقلم نكتب حاجه زي كده. اذا اكلنا تسالي كمان ما ناكل جوا الباص. اي في التليفون زاد والموبايل ضرب كذا, واللي يضرب لي انا في المواصلات هسه اضرب لي مره ثانيه. هاي لكن واحد تلقى يتكلم برضه صوت عالي ويزعج الناس اللي جنبه. الناس كلهم سامعين كلام ونعم كلام صغيرين بيه. يعني الحاجات دي نراعيها كذا, وده احترام يكون احترام مبادل, وان شاء الله يعني الاجر يساوي زي ما قال اخونا احمد الان, الاحترام يكون متبادل وفهم البعض. يعني الناس تفهم السائق والسائق يفهم الركاب, والمساله تكون فيها نوع من رحابة الصدر زي ما بيقولوا. فضلت الشيخ, انا قبل ما اخذ المتصل داير تديني انه يعني بعض الناس كثير بينظر نظره دونيه يعني للمهنه او للسائق او لكم سائق, بيعتبرها من المهن الوضيعه من المهن الماكرين او كده. يعني النظره الدونيه دي هل عندها مبرر؟ طبعا ربنا قال وان سعيكم لشتى. ربنا تبارك وتعالى حكمك تقتضي, يعني كل زول اداه في مهنته يشتغلها ويتحملها ويصبر عليها, ودي كلها يعني حكمة من ربنا عشان الناس ينتفعوا. لو جعل الناس كلهم أغنياء الدنيا ما بتعمل. جعلهم كلهم فقراء الدنيا ما بتعمل. إذا جعلهم كلهم حرفيين مهندسين ما بتعمل, كلهم دكاترة وهكذا. كل مهن وكل زول تلقى بيتقن في مهنته دي وبيتقنها وشغال فيها مبسوط وراضي. نحترم مهنته دي ما نحتقرها أيا كان. وفي مهن تلقاه يعني الزول لو ادو مليون جنيه أسع الزول بيبني الولاد اللي بيبنوا الميضانات دي تلقى طالع فوق. أنا كان قول لي نديك 10 مليون بس اطلع سلم على الزول ده وتعنها ما بقدر. هاي رأس الزول يليه. نعم, لكن تلقى مسكين ما شاء الله وشغال يبني في الميضانة فوق على ارتفاع 30 متر. نعم. وتلقاه يغني يعني يمدح ويغني مبسوط. دي مهنة ربنا الداي. السواقين الخاصة السواقين سفير الطويل تلقى مسك, نحن قاعدين قبل ننعس ننوم والقعدة طويل, هو مسكين مد ربنا مد الطاقة ما شاء الله. أسك دركسون شغال كل زور ربنا اداه طاقة في مهنته. إذا ما في مبرر إن تحتقر لك إنسان لوظيفة أو لوضيعة يعني. طالما المهنة دي ما من أصلها ما حرام, يعني ما خمرة ما مخدرات ما حاجة ممنوعة إذا قانونيا أو شرعيا نحترم كل هذه وكل الناس ينتفعوا. وفي أحد حذرت من احتقار المسلم مهما كان لمكانه يعني ولا شكل ولا لا. ممنوع حديث كثير في عدم. قبل ما نأخذ الحديث الشيخ نأخذ المتصل ده ونأخذ الحديث إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ عاصم. السلام عليكم أستاذ عمر. عليكم الله يبارك فيك. بارك صوتك يا أستاذ عمر لأنه والله ما سامعين حاجة. الله يديك العافية يا أستاذ عاصم. الصوت بعيد يا عمر أبو قرون. الله ي... نحيي الشيخ محمد أحمد حسن. بارك الله فيك. الله يخليكم بارك الله فيك. ديك العافية. أنا حقيقة الشيخ عاصم بس بتكلم عن الطمع بالنسبة للسائقين تحديدا يعني. الطمع؟ يعني بعض السائقين يعني بيشيل الحيمونة بتاعت الركاب أكثر من المغرناء في الحالة. نعم. ممكن يتسبب في مشاكل للسائق وللركاب وللإطارات بتاعت العربية. يا ريت السائقين نحن يعني ان شاء الله نبادلهم الشعور الطيبه المباركه والسلوك الحسن الغريب, وممكن المراقب كمان برضه يكون نفس المردود ويحافظوا على الحمولة تحت العربية حتى انه ما يعرض الاضرار بالنسبه للسائقين ولانفسهم ولممتلكاتهم اللي تتوصل في المركبه العامه. شكرا لكم جزاكم الله خير. تكرم تكرم استاذ عمر على هذا المدخل الجميل. استاذ عمر بيقول يا فضيله الشيخ, وانا ما ناسي الحديث اللي حتقوله في الاحتغار لكن عشان ناخذ النقطه دي, انه الناس بيكون عنده طمع زياده شويه او داير يحسن الدخل بتاعه. يملى العربيه والناس تضايق, وقد تركب مثلا واحده امراه او يركب زول كبير في السن تضطر واحد يقوم له عشان يقعد من الكوارث. لا طبعا في اللي احنا ما نخالف القانون والنظام, العربيه حمولتها كده يعني ما نزيد. لكن برضو واحد مرات كمان تحتاج انك تشيل ناس في حاله الذروه. نعم. البصه حمله, واحد راضي يجيب عليه حلو شماعة
يبقى ده برضو يعني نخشل لنا فرين ثلاثة شماعة في حالة الزروة بزحمة شديدة برضو نسهل في الموضوع ده، لكن إذا كان ما في زروة ما في زحمة نواصل. برضو في نقطة مهمة داير نقول لي برضو الشيخ بس نحن نقطة مهمة نرجئها معها حديث الاحتغار، لأن عندنا المخرج بيقول في فاصل، نأخذ الفاصل ونرجع لك كلام سامي. إذن أعزائنا المشاهدين في كل مكان نأخذ هذا الفاصل وبعده نعايش، وابقوا معنا إن شاء الله. إنما الناس قضايا وقيم، إنما الناس إلا صح أبو الهول نالو باريس. لا يا عمدة دي إشاعات. لازم إشاعات، أصله هياخد برد هناك. إلا صح الواد جوستن بيبر اشترى قلاطين من أبو حمدان. كيخ كيخ يا واد، موبايل إنترنت. الله صحيح موبايل انترنتي في السودان الثلاث ساعات بربع جنيه واليوم كله بنص جنيه بس. صح يا عمدة صح. صح يا عمدة صح. ايوه يا اولاد النيل. عرض محلي جنن العالم، موبايل انترنت غير محدود 50 قرش بس لليوم، ولأول مرة في السودان 3 ساعات ب 25 قرش بس. سوداني افضل انترنت في السودان، وخليك سوداني. انت وصلت السودان يا رجب؟ طب ابقى شوف لي الشقة جنبك. أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في كل مكان، ونسعد بتواصلكم معنا على أرقام التواصل 0120-97-47 أو 0120-97-46. ونحن في ضيافة ضيفنا الكريم فضيلة الوالد الشيخ محمد أحمد حسن، ضيف البرنامج الدائم في مع الناس، وإنما الناس قضايا وقيم. فضيلة الشيخ، كان عندك نقطة مهمة، وكان عندنا احتقار الناس و يعني التحذير من احتقار. قال الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. يبقى زول ما يحتقل إنسان أصلا، يعني يحترم بقدر الإمكان. وفي حديث ثاني: رب أشحس أغبر، لو أقسم على الله لا أبره. أنت ما بتعرف حوال الناس، المسيكين ده تلقاه بينه وبين ربه عامرة. أيوة هكذا، يعني بقدر الإمكان الزول ما ينسي إليه لزول ولا يحتقل لزول ولا شيء. من طيب. من حسن الخلق. برضو في نقطة كمان مهمة نذكر برضو بها الأخوان، مرات تكون الحفلة شاحنة مثلا من درمان جاي الخرطوم، يجي في نص الطريق بعد ما قطع نص المسافة أو ثلاثة أرباع المسافة، الحفلة تتعطل. أي بس تعطلت مرة، وده حديد متعرض للعطل. أول لستك ضرب نزل. نعم لستك ضرب ده ترى بيفور عنده الزبير طوال، يأخذ له 5 دقائق. يخوان ننتظره اللستك ضرب نفور عنده الزبير، لكن العطل ننتظره. أما العطل ده يكون طوال، الناس يقولوا ترجع لنا حقنا، وهو قطعت نص المسافة وقطع يمكن تلتين المسافة، ما بيخلوا حقهم، يقوم الكمساري تاني من جديد يرجع ليهم. يبقى برضو نصيحة لإخواننا، ده أخوك مسلم وبرضو شاله وكده، والبديل المشوار ده ما فقده خسره وكده. وقدر قضاء وقدر ربنا قدرنا. ال 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 300 جنيه أو 400 جنيه أو 5 جنيه دي ما بتأثر في ميزانيتك. قول يا ولد أنا حقي عافيت ليكم، الله يسهل لك المصيبة اللي أنت فيها. ربنا يسهل لك. طيب أنا طيب ما خليت حقي ده، ما بركب الحفل ده عشان أوصل، معليش ربنا بيعوضك. هاي لابد يكون كده. هاي إذا ما كلنا بعضنا كده يضحي. أنا شفت كل الناس واقفين، بس واقفين. هسه انا الحمد لله كم مره ركبت العربي ده عطلت خليت حق ليه، مش تركب مره ثانيه. هاي زلبه يعني ايش يكون في شويه حين زلقيت مع اخو المسلم ومحنته اللي هو فيها دي. احنا ندفع في الكشف في البكيات وفي الازر، اخوانا الزول اخونا حصل له مصيبه نتازر معاه، نتازر معاه ما ناخذ كل شيء. ربنا يصلح الحال. صح. ناخذ متصل الشيخ نقول له حيستفسر منه. السلام عليكم. السلام عليكم. يا هلا مرحبتين. احييكم احيي فضيله الشيخ محمد احمد حسن. يا لك التحيه اخونا الكريم، منو معنا لو سمحت؟ ابو مصعب من نهر النيل. يا مرحبتين ابو مصعب من نهر النيل. مرحبا يا اخي، والله احييك على وصاميك الناجح والهادف. الله يديك العافيه ان شاء الله يا ابو مصعب. يا اخي والله صراحه نحن بنعاني من الباصات السياحيه. الباصات السياحيه اللي تسافر عن خرطوم على الغرب. نعم السفريه. والله
والله بيستفدنا فيها افلام قليعه وهم حابب يعني الناس في غير عنه تماما. نعم. وشي شفنا المفروض عليك لو تكلمت مع المضيف يا اخي وقف صوت جاتك مكالمه انا عندي تليفون بيتكلم ما يشتغل بك تتكلم مع السواق ما يشتغل بك. نعم. ساعتين والله ساعه ونص يحصل حادث وهو اللي بيموت سواق المضيف وهسه حضرتك الاسابيع اللي فاتت دي. الحصر يفرق يمكن ما نجم ولا دي حاجه. الله المستعان. فنتمنى عبركم يا اخي المسؤولين انه يحسمونا والعار ده حازم في الامر ضيع وقت بنعاني شديد من المزعله. طيب تسمع يا ابو مصعب ان شاء الله. يعني ما يديك العافيه ان شاء الله. يا ريت ابو مصعب. طبعا احنا كان عندنا الحلقه الماضيه كلها كانت عن السائقين والشيخ جزاه الله خير افرد اكثر تقريبا من نص الحلقه عن الباصات السفريه لكن لا باس انه الشيخ يذكر السواقين في نهايه الحلقه كل السواقين ان شاء الله بما فيه الخير ان شاء الله عز وجل. الشيخ ونحن في الحلقه ماشي على ختام دارين تدينا رساله اخيره لتعامل الركاب لكن في نقطة مهمة قبل ما نختم باقي لنا دقيقة المرور اللي تفقدت بين الركاب في بعضهم مرات تلقى المرة واقفة هاي فعلا في الحالة ان انا رايح على المرة شايلة لطيفة الكبيرة في السن نقوم لها تقعد زول كبير في السن دي من المروءة الموجودة في السودان يعني لكن هسه شوي كده التكنولوجيا دخلت شوي والناس بيعمل نفسه ما شايف يقبل كده أي نتعامل بها. برضو نصيحة لعامة لكل السواقين يا أخي الحديد ده ما في ضمان ليه أنت أول ما تركب وتمسك الدركسون تفتش عربيتك تمام تتأكد منها تمام وتتأكد أنت ذاتك صحتك تمام ما تكون نحسان ما تكون شارب لك دواء بتاع قحة ينعس ما تكون طلع من البيت زعلان تتأكد وتأكد عربيتك تمام أول ما قعدت خطيت المفتاح أقرأ الدعاء ده بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إنا أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي أو أظلم أو أظلم اعتمدت على الله ربنا يحفظك ويحفظ عربيتك ويسهل لك الصعب ويسهل لك العسير العربية عطلت ما تسيب للحديد اللي فعلتك يا تركتك قول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهل وإن شئت تجعل الصعب سهلا العط بسم الله الرحمن الرحيم ما عرفت العطل وين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله ربي يلهمك العطل في الحته الفلانيه تصلح وتمشي على بركه تصلح وتمشي طوال اهدي الذول يتحسن ويتوكل عليه ربنا وربنا والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وبعدك اكرر نصيحتي التوكل ده مهم جدا انت توكل من الراكب والسائق من الراكب ليك واللي سوا اي هذا مهم جدا التوكل ده وعلى قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه نعم. كافيهم من شر كل شيء ان شاء الله ربنا يكفينا الشر جميعا ان شاء الله اذن اعزائنا المشاهدين انا اختم بالدعاء اللي قاله الشيخ والذي يقوله الراكب ويقوله السائق اللهم اني اعوذ بك ان اضل او اضل او اجهل او على او اجهل او يجهل علي او اظلم او اظلم ما تظلم الكمساري ولا السائق والكمساري يظلم راكب ما تجهل بالكلام الشين الفاحش البذيء ما تقول انت ولا تحاول تسمع من الكمساري خالص يعني ولو كنت فظا غليظ اللسان فظ من حولك لكن اعفو واستغفر اللي سألك امسح اللسان زي ما نقول فيه خدمتك واطلب من الله الرحمه والمغفره ان شاء الله اذا اعزائنا المشاهدين في كل مكان سعدنا بصحبتكم على ابتداء ساعه من الزمان وبصحبه فضيله الشيخ الوالد محمد احمد حسن الى جديد الملتقى في الاسبوع المقبل باذن الله تبارك وتعالى في مثل هذا الموعد ومع قضيه اخرى تشغلنا في حياتنا اليوميه استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتقبلوا تحيات إخوانكم الذين أشرفوا على إخراج هذا العمل في أمان الله. إنما الناس قضايا وقيم والحضارات نماء وبناء وشباب بهدى الله التزم زارع الخير وصان الوطن.